أنا دكتورة ريهام عبد المنعم، مدرس الأمراض المتوطنة في القصر العيني جامعة القاهرة. عايزة أوصل رسالة صغيرة للمرضى اللي بيعانوا من فيروس سي، أو للناس اللي بتسأل عن الطرق اللي بيتنقل بيها فيروس سي. وعايزة أطمنهم إنه فيروس سي في طرق معينة نقدر نتجنبها بينتقل عن طريقها، من أشهرها طبعا نقل الدم أو استخدام الأدوات الخاصة ببعض الأشخاص المصابين بالمرض. طبعا دلوقتي فحص الدم اللي بيتم بصورة روتينية قبل نقل الدم أصبح أمر روتيني وطبيعي، فما بقاش فيه قلق ولا خوف من مسألة نقل الدم. اللي محتاجين ناخد بالنا منه هو مسألة استخدام الأدوات الخاصة بالآخرين، طبعا زي المقص، زي القصافة، زي فرشة الأسنان. دي حاجات لازم نعتبرها أدوات شخصية، ما ينفعش حد يستخدمها مع حد تاني. وعايزين نطمن برضو المرضى إنه المرض ما بينتقلش عن طريق مشاركة أدوات الطعام على المائدة أو الملابس أو الأغطية أو المفروشات. يعني يقدر المريض يعيش حياته عادية في وسط المتعاملين معاه طالما احنا بنتجنب الأشياء اللي هي بتبقى ملوثة بدماء المريض. طبعا في وجود طبعا العلاج حاليا دلوقتي كل المرضى الحمد لله عدد كبير جدا جدا منهم اتعالجوا، وبالتالي فرصة انتقال المرض بدأت تقل. لكن احنا محتاجين يكون عندنا وعي اكتر بطرق انتقاله علشان نقدر نحافظ على نفسنا ونحافظ على اللي حوالينا.